أوباما بيشتري بعض الكتب، فتشوفوا المشهد، رئيس دولة أصبح مواطنا عاديا. ماذا اشتريت؟ إنها قائمة طويلة، كتبا لكل الأعمار من 5 سنوات حتى 52 سنة. حسنا، إجازة سعيدة. يعني مشهد، طبعا رئيس أكبر دولة عظمى في العالم، أهو مواطن عادي بيشتري الكتب، وهي الحياة كده، تداول السلطة يعني. وأصبح أوباما شخصا عاديا، لكن هو مشهد بيؤكد، شوفوا الحالة اللي يعني هنا كمان. أي ما أي إحنا دايما كنا اعتدنا إن المسؤولين في مصر والرؤساء بيقعدوا 30 سنة و40 سنة، وبالتالي هنا لما تشوف هذا المشهد، احنا طبعا عندنا بعد 30/6 عشنا هذا المشهد مع رئيس انتقالي هو المستشار عدلي منصور، وعاد إلى حياته العادية وعاد للمحكمة الدستورية العليا. لكن المشهد في كل الأحوال ده رئيس أكبر دولة عظمى في العالم، كان دلوقتي مواطن عادي اهو بيشتري كتب، والناس بتقول بتشتري ايه؟ عايزين يعرفوا اهم اطلاعاته، فقال لهم كل الانواع الكتب يعني بما فيها كتب ال